حين يختلط البارود بصرخات الانتصار في معركة غير متكافئة وفي ساحة ريفية بعيدة عن الكاميرات وترسانة الجيش الوطني، تتكثف الصورة وتختزل في بعض مشاهد ملحمية تعكس بطولة المقاومة الشعبية. هنا في عتمة البعيدة عن الأضواء والمحاطة بالجبال ومعسكرات الميليشيا وقبائلها في دمار، يشتعل القتال فتأخذ المديرية مساحة في يوميات الحرب المفتوحة على خارطة اليمن الدامية والمريرة. تشير تفاصيل المعركة الجارية في عتمة إلى أن الوضع مقبل على التصعيد، وأن ثمة جبهة جديدة اشتعلت في إقليم آزال الخاضع لسيطرة الميليشيا بالكامل. مصادر ميدانية أكدت لقناة بلقيس أن معارك الساعات الأخيرة أسفرت عن قتلى وجرحى من الميليشيا وأسر 13 آخرين، كما تمكنت المقاومة من تدمير آليات عسكرية في مناطق عسوة وحلفان وسوق الثالوث المحاذي لمديرية القفر التابع لمحافظة إب. لا يعرف أبناء هذه المديرية الوادعة سر قدوم الميليشيا بترساناتها العسكرية إلى قراهم وريفهم الأخضر، فليس لديهم منافذ بحرية أو موانئ أو ممرات تهريب على طرق البحر. ثمة فقط واحة خضراء أدرجت كمحمية طبيعية بقرار حكومي في العام 99 900 1000، وهي الواحة التي يسكنون إليها وتسكن إليهم. غير أن ميليشيا الموت الوافدة أشعلت النار في يومياتهم وأخذتهم إلى الحرب قسرا بإمكاناتهم البسيطة ودون سند إلا من مقاتلات التحالف التي تغير بين حين وآخر. ليست هذه المواجهة الأولى، فقد سبق وأن اندلعت شرارتها قبل قرابة عام خسر فيها الحوثيون العشرات من مقاتليهم، إلى أن توقفت بصلح قبلي نص على خروج الحوثيين من خارج أبناء المنطقة ومنع استحداث نقاط التفتيش في مداخل المديرية.